وفي الشأن السوري، أعلنت وزارة الخارجية السورية رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية، معتبرة أنها تشكل اعتداء صارخا على السيادة ووحدة سوريا. وشددت الخارجية السورية في بيان لها على أن التفاهمات كهذه تعد انتهاكا فضيحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يأتي ذلك على خلفية المحادثات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول ما تسميها أنقرة المنطقة الآمنة عند الحدود مع سوريا. هاتفيا من دمشق دكتور إبراهيم زعير، أستاذ الإعلام في جامعة دمشق. دكتور إبراهيم، بعد التحية، يعني ماذا بخلاف هذا الرفض المطلق من الجانب السوري في رأي حضرتك؟ ما الموقف الذي من الممكن أن تتخذه سوريا أو حتى روسيا تجاه هذه التفاهمات الأمريكية التركية، وأيضا هناك تلويح تركي بعملية عسكرية؟ يعني للأسف لم أفهم السؤال نهائيا، لأن هناك ضجة كبيرة في الشارع. نعم، حضرتك تسمعني دكتور إبراهيم، تسمعني حضرتك الآن؟ نعم، سأعود على حضرتك مرة أخرى. نعم. سؤالي، أسأل حضرتك عن أنه سوريا أعلنت الرفض المطلق لهذه التفاهمات الأمريكية التركية، ماذا يمكن، ما الذي يمكن أن تقوم به سوريا ومعها روسيا أيضا تجاه هذه التفاهمات؟ وهناك أصلا تلويح تركي بعملية عسكرية، لأنه هذه التفاهمات لم تسفر عن نتيجة. يعني بطبيعة الحال أي تفاهمات بغض النظر من هي الأطراف، إذا لم تكن تخدم مصالح المحل السياسي الذي يستفيد من مصالح الشعب السوري فهذا المفروض بالمطلق. وبالتالي هذه التفاهمات تريد أن تحقق ما لم تحققه المجموعات الإرهابية وأسياد هذه المجموعات الإرهابية عن طريق العمل الإرهابي وعن طريق الحرب. لهذا السبب سوريا لديها شروط واضحة ان اي حل ينبغي ان يكون من خلال اراده الشعب السوري فقط لا غير، دون اي تدخل خارجي. وبطبيعه الحال الدوله السوريه حريصه جدا على ان تكون الحلول مندفقه من مصالح الشعب السوري ووحده اراضي سوريا وسيادتها وقرارها المستقل، بغض النظر حتى عن التحالفات التي يعني موجوده بين سوريا والدول الاخرى. ولكن اي تفاهمات اخرى على حساب الشعب السوري، ولا سيما ما تحيطه الولايات المتحده وتركيا، فهذا بطريقه الحال مرفوض بالمطلق. لهذا السبب سوريا لن تساوم على الارض ولن تساوم على وجود الارهاب في اي بقعه من الارض السوريه، وعلى وجود المحتلين الامريكان والاتراك الذين يحتلون قسما هاما من الارض السوريه. وهذا بطريقه الحال سوريا مهما بلغت التفصيلات تعمل وتحارب من اجل تحرير ارضها بالكامل، لان هذا الاحتلال لا يختلف عن الاحتلال الاسرائيلي اللبناني المحتل، وكلا الاحتلالين ينبغي الضغط عليهما للانسحاب من هذه الارض الطيبه، هذه الارض التي تعود يعني ملكيتها للشعب السوري قصرا، ولا يمكن ان يوافق على اي جهات يمكن ان تساوم على هذه الارض. أو أي تفاهمات حول الحل السياسي، الحل السياسي يقتضي القضاء على الإرهاب والضغط على الأطراف التي تعرقل هذا الحل فعلا. ونحن أعتقد أن قرارات سوشي كانت واضحة بأنها لن تنفذ ولن تنفذ، ولا سيما أن الطرف السوري هو الغاية الأساسي أمام أي حل. هذا هو السبب الأساسي الذي نتحدث عنه باستمرار، سيما أن تركيا والولايات المتحدة يعني يقومون بدعم هذا الارهاب وتزويده باحدث انواع التكنولوجيا العسكريه، والان الولايات المتحده تستخدم من المؤسسات او الشركات الامنيه، ما هناك معلومات 65,000 مسلح وارهابي في تنف وشرق سوريا من اجل استثمارهم واستغلالهم لاستمرار الحرب ضد سوريا باشكال مختلفه، ولكن الحرب الارهابيه وتخريب سوريا، وهم لا يريدون الحلول الا لتقاسم الارض السوريه والمصالح السوريه عمليا، يعني ان ياخذوا جزء من ما يخدم مصالحهم الخاصه، وهذا بطبيعه الحال مرفوض بالمطلق ان كان عن طريق السياسه او عن طريق العسكريات.
ولكن مع هذا الرفض طبعا من الجانب السوري، هناك تلويح كما قلت لحضرتك بعملية عسكرية من قبل تركيا، وهناك من أشار إلينا بتحركات فعلية على الأرض، لأن هذا التلويح جاء من يعني مسؤولين أتراك، ورد الجانب الأمريكي يعني من خلال مسؤول أمريكي أيضا بأنه هذه الخطوات إذا ما تمت، الخطوات العسكرية إذا ما تمت سيكون لها تبعات وسيكون لها رد من الجانب الأمريكي. بماذا تعلق على هذه المناوشات التركية الأمريكية؟ يعني نحن على قناعة راسخة بأن رغم الخلافات والتعارضات والخلافات بين تركيا والولايات المتحدة، ولكن في الواقع كما صرح الأمريكان بالأمس أن تركيا جزء لا يضم بحلف الناتو، وبالتالي لن يفرض عليه عقوبات، وهذا واضح بأنهم يسيرون ويسيرون تركيا أكثر ويوافقون على احتلالها للحرب السورية، وينظرون إلى تركيا بوصفها تنفذ ما كانت وما زالت تسعى إليه الولايات المتحدة لتقسيم سوريا وفق مشروعها المسمى الشرق الأوسط الكبير، والذي من المفترض كان وفق الرؤية الأمريكية أن يبدأ بسوريا، وبدأوا على الأرض وجود حدود وملامح لبعض الكيانات التي يعتقدون بأنها ممكن أن تشكل كيانات خاصة بها منفصلة عن الدولة السورية تحت عطاء الفيدرالي أو غيرها، ولكن في الجوهر هذه تتحول إلى قواعد عسكرية أمريكية أو تركية، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يوافق عليه بحد المطلق، ولا يمكن أن يسير عليه، ولا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. لذلك سوريا ستبقى تعمل وتناضل بكافة الأشكال من أجل إنهاء هذا الوضع الشاذ ومنع تقسيم سوريا بأي شكل من الأشكال. شكرا لك دكتور إبراهيم زعير، أستاذ الإعلام في جامعة دمشق.